مخطط الصحة 2025 للسيدة والسادة النواب المحترمين من الفريق الحركي. تفضلي السيدة النائبة المحترمة. سيد وزير، عن مخطط الصحة 2025 نسائلكم. سيد الوزير. سيدة النائبة المحترمة، صعب أنه نتكلم على المخطط في أقل من دقيقتين، ولجنة القطاعات الاجتماعية راه يعني طالبة لقاء، وغيكون إن شاء الله لقاء حول هذا الموضوع. طبعا هذا مخطط اللي عنده مرجعيات من بنية على التوجيهات الملكية السامية والبرنامج الحكومي. احنا ما جيناش عطينا شي حاجة جديدة، بغينا نعطيو أفق أرحب، وهذا الأفق الأرحب خلانا إضافة إلى التزامات ديالنا الدولية والوصول إلى أهداف الألفية الثالثة، خلانا أننا نحدوا واحد السقف يعني بعيد المنال باش يمكن ذاك 180 خبير اللي اشتغلت كلها من قطاع الصحة في القطاع العمومي والقطاع الخاص يعني يشتغلوا بشكل تطوعي، ونتجوا واحد المنتوج اللي غنتوصلوا به إن شاء الله في القريب، اللي فيه ثلاثة ديال الدعامات وفيه 25 محور، 125 ديال العمليات وأكثر من 600 إجراء. فهو مخطط غني بأفكاره ببرامجه، فيه كذلك برمجة مالية توقعية، في كذلك واحد النافذة مفتوحة على الشراكة مع القطاع الخاص، وفي كذلك نافذة أخرى مفتوحة على الإمكانيات التمويلية المبتدعة اليوم باش يمكن نحلوا واحد مجموعة المشاكل بما فيها ما قيل اليوم حول تأخر ديال بعض الاستثمارات في بعض الأقاليم. شكرا. تعقيب السيدة النائبة المحترمة. شكرا سيد الوزير، وكيف قلتوا مزيان طلبنا منكم في اللجنه ديال القطاعات الاجتماعيه باش تجيو وتديروا لنا واحد العرض شامل متكامل على مخطط الصحه. مزيان يكون واحد المخطط الصحه اللي ينضم القطاع ويضمن الاستفاده من الخدمات ديال الصحه لجميع المغاربه على قدم المساواه، لان الصحه هو حق للجميع. كيف قلت المخطط ديالكم السيد الوزير ما كنعرفوا عليه حتى شي حاجه، ولا الخطوط العريضه ديالو ما كنعرفوش الدراسه ديال الاثار ديالو على ارض الواقع. الصحه السيد الوزير كيف كتعرفوا احسن مني مريضه ودازت الوقت ديال الاحتضار على جميع المستويات، لا بالنسبه للميزانيه اللي هي جد ضعيفه، البنيه التحتيه هي مهترئه، وهناك نقص كبير في الموارد البشريه، وما يزيد في الطين بله وهو ضعف الحكمه في التدبير. سيد الوزير، اكدتم في البرامج الحكوميه ديالكم على عزم الحكومه على الاشتغال على تقليص الفوارق الاجتماعيه، مع الاسف ما لمسناهش في الماليه ديال 2019 واللي جات باش تفند هذا الكلام اللي جات به الحكومه. السيد الوزير، المغرب ماشي هو المناطق القريبه عن المركز، المغرب هو الريف، هو الاطلس، هي الاقاليم الجنوبيه، ماشي غير المناطق اللي غادي تستفد منها هاد في الاونه الاخيره بعض المراكز. اذا يجب اعتماد مقاربه منصفه لضمان استفاده الجميع من الصحه، واغتنم الفرصه سيد الوزير لاسائلكم عن مركز السرطان بالناظور اللي كثر عليه الكلام. بغينا نعرفوا المركز واش غادي يكون في حي المطار، ولا غادي يكون في مستشفى الحسني، ولا ما غاديش يكون نهائيا سيد الوزير. بغينا شكرا. هل هناك من فضلكم، هل هناك تعقيب اضافي؟ تفضل السيد النائب من الفريق من نعم تفضل السي الشناوي. الشغيله الصحيه هي اللي غتطبق بكل فئاتها، هي اللي غتطبق هذا المخطط، ماذا تنهون فعله لها بالانصاف؟ شكرا. شكرا. هل هناك لا السيد الوزير فيما تبقى من الوقت. فيما يتعلق بالبنى التحتيه في المنطقه الشرقيه، تكلمت على الناظور، حنا مساله ديال السرطان المبدا هو كل جهه يكون فيها مركز جهوي للسرطان، ثم هناك مراكز ديال القرب على مستوى بعض الاقاليم اللي تكون فيها الحالات ديال المرضى مرتفعه. في غياب ذلك نقوم بحلول على مستوى المستشفى بانشاء وحدات ديال العلاج الكيميائي، ماشي سهله، لان خصك يكون عندك طبيب الخاص في السرطان اللي يعمل البروتوكولات الى اخره، فتنحاولوا نتجاوزوا هذه المسائل. انا ما متفقش على هذه القضيه، الميزانيه ما كتبانش، راه 10.4% ديال الزياده ما دارتهاش حكومه سابقه اللي كنا فيها جميع، وحتى الحكومه اللي قبل منها
شكرا شكرا.